المحاضرة اللي فاتت معلش الدنيا فصلت فما لحقتش انهيها. المهم احنا كده خلصنا الماتيريال بتاعة الكلين جلاس. هنبدأ بقى دلوقتي فين ان احنا نعمل الديرتي جلاس، ازاي ان احنا نحول ده ل يعني حاجة فيها ديرت او ما تبقاش نظيفة بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تاني ده اهو زي ما احنا شايفين هنا المكان اللي فيه اسود بقى فيه النقش، والمكان الابيض بقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده اللي هو الرف. طيب احنا نوقف الاي بي ار ونشيل الريجون، وتعالوا بنخش هنا ونفتح ده، واحنا مش عايزين دي ومش عايزين دي، احنا عايزين الدنيا ترجع زي ما هي كده تمام. ودي كمان مش عايزينها، ودي مش عايزينها، ودي مش عايزينها. احنا كل الحكايه عايزين نرجع كل حاجه زي ما كانت، او ان احنا نخليها ابسط، الموضوع يبقى ابسط من كده خالص. يعني نفتح الترانسميشن الاتينيويشن، خلي ده مثلا وليكن 10 ولا حاجه، ونخلي الكالر ده افتح شويه وبي ساتوريتد شويه تمام. هو ده اللي انا عايز اعمله، ونشوف كده الاي بي ار هيقول لنا ايه. تمام الدنيا كده كويسه جدا، نفتح دي ونكمل. تعالوا كده بالراحه. اول حاجه انا اللي انا عايز اعمله، انا عايز اعمل عايز اعمل مالتي ليفل جلوسنس، مالتي ليفل رفنس قصدي، يعني عايز اعمل الازاز ده كله رف ما يبقاش بالمنظر ده كده، بعد كده يبقى فوقه طبقه اكتر، بعد كده يبقى فيه طبقه ديرت، بعد كده يبقى فيه هنا ديرت اكتر من فوق، يعني مالتي ليفل. نشوف بقى هنعمل الكلام ده كله ازاي. الاول نحضر الماسكس اللي احنا عايزين نعملها. اول حاجه هروح ل ايمج واخد ايمج، وناخد مثلا حاجه زي دي، اوبن يس، نجرب ال دبليو في، افتكر الموديل ده اليو في بتاعه يعقد يعني رخم بطريقه فظيعه، مش عارف لو طب كيوبيك هو في حاجه في اليو في مش اللي هي، يعني لو رحت هنا كده افتكر من هنا يعني هنعرف نظبطها احسن يعني. وافتكر لو نزلنا التراي بلانر تيكتشر افتكر هتبقى اظرف من ان انا استخدم الامج لوحدها، بس يعني خليني ما اعقدش الدنيا ونستخدم دي كده. ممكن اعمل حتى اوفست لا مش حلوه خالص خالص، ده عيب، ده عيب التيكتشر بتاع المودلز اللي بتبقى نازله من من النت بصراحه، بيبقى فيها فيها عيوب فظيعه فعلا يعني تمام. افتكر ان دي هتاخد الايمج على طول. نروح كده للاسيتس 2D assets pictures masks تمام. افتكر تاخد الاسيتس على طول، كانت بس تهنيجة في الاي بي ار. بصوا ممكن تبقى اوبجكت وممكن تبقى وورلد، انا هحطها وورلد هنا لسبب بسيط، لان انا هنا حاطط التكتشر على نل، فانا فعندي مالتيبل اوبجكتس، فانا عايزها على الوورلد بحيث هو يعتبر ده كله اوبجكت، فانا عايز ازود الفريكونسي وبالتالي ازود كاني بزود السكيل. هنا التايلنج ريجولار فيه اللي هو النوع التاني ده تمام، ايهما بقى افضل؟ ممكن ازود السوفتنس شويه بتاع
البلند هنخسر شوية كولرز بس مش مشكلة، هيبقى عندي بلندنج افضل. فانا انا شايف ان كده التكستشر دي كده وضعها وضعها كويس. نخلي بالنا ان الماسك اللي احنا عمالين نعمله ده، ده اللي هيتحكم في السبيكولار روفنس، وهيتحكم كمان في الترانسميشن روفنس في الاثنين. ف مش عارف هي كده هيبقى في كونتراست عالي قوي، لان في هنا مناطق سوداء، في مناطق في مناطق بيضة، تمام. فانا كل اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اروح هنا لل رامب فلوت الت فوق دي انسرت افتر انبوت، تمام. وهنا هنا ممكن بس اسحب دي سنة كده بحيث ان انا يعني اقفل شوية الرفنس، ما تبقاش رف قوي خلاص. او خلينا انا عايز كونتراست، تمام. خليني ارفع دي كده، تمام، هتبقى كده ظريفة يعني. تعالوا نجرب دي بقى كده، لو احنا جينا خدنا دي في البيوتي وجينا رحنا لدي، هنحط في الاثنين في السبيكولر روفنس، وكمان هنحط نفس التكتشر دي هنحطها في الترانسميشن روفنس في الاثنين، ونستنى نتيجة الاي بي ار. هعمله 100 عشان نبقى شايفين، وارجع لكم بعد ما يخلص. واضح الشكل طالع جميل. افتكر مش عارف يعني، لو خدنا دي وديناها هنا كده، يعني افتكر كده هتبقى اظرف. الحتت دي هي اللي هتبقى عكسه، والحتت دي هتبقى فيها رفنس، بس انا عايز عكس، مش عاجبني بصراحه ان هي تبقى كلها رفنس كده. انا عايز يبقى فيه الكونتريبيوشن بتاع الازاز نفسه. فانا هروح هنا وهقوم واخد دي كده، واقوم واخد دي الناحيه التانيه، تمام بالظبط. تمام، ممكن حتى نرفع دي سنة بحيث ما تبقاش، او نقلل الابيض ده سنة بحيث ما يبقاش رف قوي، عشان نقدر نضيف اللير التانية، لان اللير التانية هي اللي هتبقى فيها مور روفنس شوية. بس افتكر كده هتبقى الدنيا احلى كتير قوي من الاول. لو جينا نوصل دي كده ونروح على الـ AL Surface Shader و نودي الترانسميشن بالشكل ده، افتكر كده هتبقى احسن، لان هيبقى الازاز محتفظ، مازال محتفظ بالترانسبيرنسي بتاعته، مش هنبقى فقدنا الترانسبيرنسي بتاعته. افتكر دي لو 3 تبقى اظرف. زي ما احنا شايفين كده احسن واجمل كتير قوي 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 حتى من الاول. كمان بالعكس، احنا ممكن كمان ننزل الروفنس زيادة عن كده، تمام. لو نزلنا الابيض ده سنة لتحت كمان، بما اني هعمل مالتي لاير، مش عايز لاير تكون تقيلة زيادة عن اللازم. في حاجة كمان، ان في الاي ال سيرفس احنا ممكن نزود السامبلينج بدل ما نزوده من هنا. يعني انا في الترانسميشن هنا في الادفانسد في حاجه اسمها اكسترا سامبلز، ممكن تخلي حتى لو واحد يعني، فبيدي سامبلنج زياده. بس الميزه هنا ان هو بيعملها بير تكتشر مش بير سين، يعني هنا لما بعلي على السين كلها. لكن فرضا انا عندي خامه، الخامه دي مش مستاهله عدد السامبلنج العالي ده، فانت ممكن تتحكم هنا في السامبلنج بتاعك بير تكتشر. ما اعرفش عملوها في ارنولد 5 ولا لا، بس من احلى المميزات بصراحه في الاي ال سيرفس شيدرز. طيب خلصنا من اول ماسك، نشوف الماسك اللي بعده. لو خدنا دي وديناها هنا كده،
كنترول بس اس، وهندبليكيت التراي بلانر وبراوز، وناخد عايز حاجه فيها نقط. هي دي تنفع بس هاي فريكونسي، يعني فريكونسي فيها عالي، انا عايز نقط قليله. ممكن دي هو مايل اوبن يس. حاجه بس اخيره اخيره، معلش معلش انا عارف ان انا رخمت، بس انا عايز اخد دي. لتحت سنه، تمام. مش عايزها رف قوي بصراحه، لان انا هحط مالتي لايرز، ف كده الإزاز ممكن يروح مني أصلا. فأنا هحط بقى دي كده. والله هي بالشكل ده حلوة، بس أنا حابب إن أنا أخلي الفريكونسي مثلا بتاع 2 ولا حاجة. البلند مش مستاهل يبقى العدد ده كله، لأن البلند على فكرة، بص شوف شفت التدريج ده، كل ما بزود ده هو ماشي بيغير السيمز وكل حاجة أو بيظبطها، بس بفقد شوية كالرز. بصوا اهو اهو، بس هنا السيل سوفنس عايز اقلله شويه عشان يبقى في كونتراست، بس بالظبط كده الحاجات الجميله السكراتشات الحلوه دي. كالعاده هقوم جاي رايح هنا على الرامب فلوت، الت دراج انسرت افتر انبوت، خد دول كده تمام، وكنترول كليك كنترول كليك ريسيت الاول، كنترول كليك و نعلى الابيض، ناخد الاسود. بس انا عايز ادي حلو كده، جميل جميل. ألم بقى الاثنين على بعض ازاي؟ تمام، دي مع دي. واحد بيقول لي اكيد اكيد layer color، تمام. هاخد layer color واطلع الاوتبوت على هنا، تمام، واخد دي ك layer 1، وبعدين فوقها دي لاير 2، واجي هنا وافتح الالفا بتاعت لاير 2 بالمنظر ده كده. انا عايز الابيض بس، عندك ممكن لايتن اكتر واحده هتنفع يعني، تمام بالمنظر ده. ادي كده السكند لاير، ادي كده اللاير رقم 2.